اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات الجيتار. عايزين نتعلم النهارده اغنيه مشهوره جدا، هي اغنيه انجليش، هي هافانا اللي المفروض تديك الصوت ده. اول حاجه بنحط كابو في 3 عشان تطلع زي الاوريجينال بالظبط، وبعدين بعد ما هنشوف التاب وهنعزف الاغنيه هتطلع لنا كده. تعالوا بقى نشوف تعزف ازاي. طبعا الاغنيه فيها كابو في 3، وبعدين هنشوف بقى التاب كده، هو اللي انا هعزفه هو نفس اللي مكتوب بالظبط في التاب، فالمفروض اما امشي مع الارقام يحصل كده. بدوس بقى على 2 في الآخر، بخش على الجديد على طول. يبقى في القفلة بس في الآخر بدوس على 2 تطلع لي كلها على بعض. زي ما شفنا كده الأغنية سهلة خالص، ما فيهاش أي مشكلة، وبالمرة كمان ممكن نعرف كورداتها. هي 3 كوردات في الأغنية كلها. أول كورد بيكون A minor، تاني كورد بيكون C، تالت كورد بيكون B7. فطول الوقت الأغنية ماشية على الكوردات دي، يعني مثلا كده. بس كده هنحفظ الكوردات دي وهنحفظ السولو، هتعرف تلعبها كده مع الاوريجينال بالظبط. هتذاكرها شويه وخلاص. انا بالمناسبه كنت عامل كفر برضو للاغنيه دي، هنزل لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن لو حبيتوا تشوفوها، وهتاخد شويه تدريب. واغنيه جميله جدا يعني، ومحدش يقول مثلا ما بحبش اعزف انجلش فاستنى حاجه عربي، اتعلم الحاجتين، لان كل اغنيه فيها تكنيك هيفيدك في حاجه. فكل حاجه في الجيتار سواء عربي سواء انجلش سواء كوردات سواء سولو، كل حاجه مفيده. بس ربنا يوفقكم، ذاكروها كتير بقى، وهشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة. شكراً.